النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وبالتالي بموجة حارة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. أما التفاصيل فنلاحظ أن يوم الأحد سيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة وكبير، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم مناطق المملكة ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية معدل عظمى 39 وصغرى 25، وأيضا في المنطقة الجنوبية معدلها 34 إلى 36 العظمى والصغرى 23، أما الأغوار فتتراوح ما بين 42 و 43، وكذلك البحر الميت هذه العظمى، أما الصغرى فستكون بحدود 30 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية ما بين 37 إلى 40 العظمى والصغرى بحدود 25 درجة مئوية. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة، العقبة العظمى بحدود 43 والصغرى 30، البادية الجنوبية الشرقية 37-24، والبادية الشرقية حارة 40 إلى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة واستمرار الموج الحارة، استمرار تأثير الكتلة الحارة، وبالتالي معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 38 والصغرى 25، المرتفعات الوسطى معدل العظمى بحدود ما بين 37 إلى 39 والصغرى بحدود 26، أما المرتفعات الجنوبية معدل العظمى ما بين 33 إلى 35 ومعدل الصغرى 22، أما الأغوار والبحر الميت فمعدل العظمى بحدود 42-43 والصغرى بحدود 32 درجة مئوية. العقبة أجواء شديدة الحرارة أيضا كما هو في الأغوار 43-31، البادية الجنوبية الشرقية 37-24، والبادية الشرقية أجواء حارة 41-24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، استمرار تأثر المملكة بالموج الحارة، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، المناطق الشمالية بحدود 37-38 العظمى والصغرى بحدود 24، المناطق الوسطى العظمى ما بين 36 إلى 38 والصغرى بحدود 24-25 درجة، المرتفعات الجنوبية ما بين 33 إلى 35 والصغرى بحدود 22-23، أما الأغوار أجواء حارة ما بين 42-43، والبحر الميت أيضا أجواء شديدة الحرارة والصغرى بحدود 31 درجة مئوية. العقبة أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 43 إلى 29، البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 38 إلى 24، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41 إلى 45 درجة مئوية. أيضا يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة، استمرار تأثير الموج الحارة على المملكة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية ما بين 37-38 والصغرى بحدود 24، المرتفعات الوسطى ما بين 35 إلى 37 والصغرى بحدود 23، المرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 34 والصغرى بحدود 21، والأغوار بحدود 41-42 درجة العظمى والصغرى بحدود 31 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة. العقبة أيضا شديدة الحرارة 42-30، البادية والبادية الجنوبية الشرقية 37-24 مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الرويشد والبادية الشرقية، العظمى المتوقعة 42 والصغرى 27 درجة مئوية. أيضا استمرار الأجواء الحارة يوم الخميس واستمرار الموج الحارة
واستمرار درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح، العظمى في المناطق الشمالية 37-38 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى ما بين 34-37 العظمى والصغرى ما بين 22-24، المرتفعات الجنوبية 31-33 العظمى والصغرى بحدود 19-20 درجة، والأغوار أجواء حارة 40-41 والصغرى بحدود 30، العقب أجواء حارة 41-28، البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 38-24 والبادية الشرقية 42-25 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويستمر تأثير الموج الحارة، المرتفعات الشمالية العظمى تتراوح ما بين 34-36 والصغرى بحدود 23، المرتفعات الجنوبية ما بين 29-32 والصغرى بحدود 20، المرتفعات الوسطى ما بين 32-35 العظمى والصغرى بحدود 23، الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 40-30 والعقبة أجواء حارة 40-29 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 37-24 والبادية الشرقية أجواء شديدة الحرارة 43-26 درجة مئوية. نتمنى الجميع أوقات سعيدة، نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، شرب الإكثار من شرب السوائل، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر، وأيضا عدم رمي أعقاب السجائر في مناطق الأحراج ومناطق الأعشاب الجافة، وأيضا الرجاء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك المياه وعدم هدر الطاقة وعدم ترك الأطفال في المركبات، وأيضا مراقبة ضغط الهواء في عجلات السيارات والإطارات، وأيضا عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات. نرجو للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.